لو حد مثبتك بالسكين على رقبتك بالشكل ده، خليك معايا عشان تعرف تتخلص منها ازاي. أول حاجة بتعملها إيدك الاتنين بيطلعوا مع بعض في نفس التوقيت اللي أنت بترجع فيه لورا أهو. إيد اليمين هي اللي بتاخد الريست بتاعه من هنا أهو، والإيد الشمال بتقابلها وتمسك من عند القبضة اللي هي ماسكة السكين. في نفس الوقت اللي أنا بنرجع فيه لورا، إيد الاتنين بيتحركوا عشان ياخدوا إيده وينزل بيها بالشكل ده. أول ما أوصل للمرحلة دي، أول ما أمسك الإيد من هنا والإيد التانية من هنا، بشده لتحت وبنزل بالأرض، بشده بالاتجاه ده كده، أحط السكينة على أي مكان في جسمه من هنا. الإيد الاتنين بيتحركوا وأنا برجع لورا بالشكل ده أهو. الإيد الشمال ماسكة من عند القبض بتاعته من هنا، والإيد اليمين من عند مفصل الريست. بننزل بيها كده وبعد كده بنسحبه في الأرض. نثبت السكينة على أي مكان هنا، أو ممكن تضغط على مفصل الريست من هنا وتلف السكينة في الاتجاه ده.